ومن أخبار الرياضة في هذه النشرة، كرم نائب وزير الشباب والرياضة حسين زيد بن يحيى ومعه القائم بأعمال وزير السياحة رئيس الاتحاد العام لتنس الطاولة الدكتور عصام السنيني اليوم الفائزين ببطولات فردي الناشئين والأشبال والشباب لتنس الطاولة. إلى التفاصيل. اليوم بصنعاء فعالية بطولة فردي الشباب والناشئين والأشبال في كرة الطاولة والتي نظمها اتحاد اللعبة على مدى 3 أيام بمشاركة واسعة من اللاعبين بهدف تنشيط اللعبة وإكساب اللاعبين مهارات جديدة بعد غياب البطولات بسبب العدوان الغاشم الذي استهدف صالة اتحاد الطاولة في مدينة الثورة الرياضية، مما تسبب في تدمير الصالة تدميرا كليا. تميز اتحاد تنس الطاولة بالتنظيم، وما أدل على ذلك هذه البطولة التي جمعت جميع أبناء الوطن اليمني الواحد من تعز إلى حضرموت مرورا بعدن ووصولا إلى صنعاء. إن إقامة هذه البطولة هو أبلغ ردا على العدوان السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا اليمن، هذا العدوان الذي استهدف كل المنشآت الرياضية. البطولة شهدت مشاركة واسعة، 60 لاعب يمثلون 9 محافظات ما ميزها، ومشاركة لاعبين من حضرموت وعدن وتعز رغم الظروف القاسية، وهذا يأتي انطباع انها طبعا هذا اكبر رد على العدوان هو وجود اليمنيين ومشاركتهم في هذه الفعاليات الرياضية. ورغم استهداف صالة الاتحاد من قبل تحالف العدوان، لكن الاتحاد سيقوم انشطته في كل مكان ولن تتوقف عجلة كرة الطاولة ابدا، ونهنئ الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى في كل الفئات. وكان اللاعب علي العياني قد أحرز بطولة فردي الشباب بعد فوزه على محمد الحيمي ب3 أشواط مقابل شوط واحد. وفي فئة الأشبال استطاع إبراهيم جبران من انتزاع اللقب على حساب داود محمد. أما الناشئين فقد كان المركز الأول فيها من نصيب بشير المحاقري. أنا أولا أشكر الاتحاد اليمني لتنس الطاولة اللي قامت هذا البطولة رغم الظروف القاسية. أهدي الفوز هذا للكابتن هاني والكابتن نبيل الدماري. الحمد لله حصلت على المركز الأول، كانت بطولة حماسية وإن شاء الله توفقنا فيها، جينا على المركز الأول، كانت قوية جدا وأخيرا الحمد لله حصلت على المركز الأول. تم البطولة التي حضرها عدد من الشخصيات الرياضية، تم تكريم أبطال هذه البطولة بالكؤوس والميداليات والشهادات التقديرية وكذا الحوافز المالية، بالإضافة إلى تكريم القائم بعمل وزارة الشباب حسين بن يحيى بدرع الاتحاد.